طيب وبعدين تصدق الحين بيكملون اكثر من 24 ساعه الى الحين ما جت النتيجه. اي لحظه الطيب عندك له جت رساله. بشر يا رب ان صاحب الرقم فلت خوينا يا عيال النتيجه سلبيه. طيب يعني وبعدين ازهلوها عندي انا. فلت من الاولى ما يفلت من الثانيه. كيف؟ ابيكم تدبروا لي خفاش حي. تبي تموتني انت؟ لا يا اخوي ابغى موته. جيب لي خفاش حي والباقي خله عندي انا. اهم شيء تجيبوا لي خفاش من بيت طين، من مكان مهجور، من دحل، من اي مكان. اهم شيء تدبرونها لي يا عيال. يا اخوي ما استوت الخفافيش؟ هالحين نص استوى، اصبر لها شوي بس. حط كل الخفافيش اللي صدناها، لا تبقي ولا واحد. عفا عليك، كلها حطيتها. طيب ايش ننتظر؟ يلا اغرف لابوك يا ابوي. اغرف؟ اي قلبه اغرف له. بس انتبه وانا اخوك، ها؟ هذا ترى الموت الحمر. ها؟ ازهل. قل امين. امين. قل امين، قل امين. امين. هذه ببوك واحده بوحده. امين. من اول جغمه. من اول جغمه. يا رب. يا رب. حط حط بعد، حط بعد. حط اغرف من تحت. كثر من الخفافيش يا ولد، كثر من الخفافيش. ولا تبقي ولا نقطه. كلها حطيتها. شوف هذه الوهنة تبي يبي ان شاء الله. ان شاء الله ان ندق عليهم ويجون. جايين. ادعو عليه يا عيال. يا الله. يا الله يا ربي. يا الله. شوربة ما شاء الله تبارك الله، جعل فيه العافية يبا. هي شرب 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 يبا، لا تخلي ولا قطرة منه. والله يا هي لذيذة ولا إله إلا الله. لا بعدين ممتازة يبا، ممتازة وخفيفة على المعدة. أي اسمع، أنا أشهد أنها خفيفة. كل يوم سووا لي أول ما تصحى من النوم صووا لي زيدي صحن كامل وجبها. ما عاد فيه يبا، هذا آخر شيء عندنا. روح شوف القدر يمكن فيه شوي باقي ولا شيء، جبه لي حمه وجبه. ما فيه، الله يطول في عمرك، ما فيه، كل شيء حطيته فيه خلاص انتهى. كله انتهى؟ ولا قطره بقت. انت ما انت. يلا خذها، روح ابرقد انا خلاص. فقلت الخاتمه. يلا.